يعني بالرغم بالأحوال يعني الجوية يعني اللي عاشتها معظم يعني ولايات الوطن، ولكن لم تكن هناك انقطاعات، وإن كانت هناك يعني بعض الانقطاعات البسيطة. كل عمال مجمع صنع الغاز يعني كما لاحظتم هم مجندون ليلا ونهارا للتدخل السريع، والحمد لله يعني ما كانش يعني هناك يعني انقطاعات كبيرة لأضرت يعني بجودة الخدمة العمومية على المستوى الوطني. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.